ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو استخدام الناس لمواقع التواصل في رمضان. هل نقدر نقول، أنت شفت استفتاءنا اليوم، هل نقدر نقول أنه سناب شات خلاص أكل الجو؟ شوف، أنا قبل أن ندخل كان في تحديث كبير لتطبيق سناب شات. سناب شات نزلوا الآن، أول كانت أصابعنا صراحة تنكسر وإحنا نشوف سناب شات، حاليا مجرد أنك تضغط الفيديو يشتغل. طبعا اللي ما يعرف هو أنت كنت أول تمسك الشاشة وتفضل ضاغط عليها 1000 ثانية 15000 ثانية كانت موجودة وأنت تضغط على الشاشة، كانت متعبة جدا. أيضا إذا أنت تسوق كانت متعبة كثيرة. أيوة. فمشكلة جدا كبيرة. لكن وأنت تسوق ما لازم تمسك أصلا أجهزة يعني. فأنا أقول لك إنه سناب شات هو بدأ يأكل من الكعكة اللي موجودة. مستخدمين سناب شات مختلفين، لكن إذا إحنا قاعد نستخدم تطبيق سناب شات بطريقة جدا خاطئة، لو ما عدلناها أتوقع رح يلقى مصير التطبيقات الثانية. كيف خاطئة؟ في استخدام لا أخلاقي للتطبيق. أيضا بعض الناس يظن أن الصور والفيديوهات اللي تنشر في تطبيق سناب شات تحذف، وهي العكس، بالعكس الصور تظل موجودة، إما في سيرفرات البرنامج وهذا شيء مو مؤكد، لكن في اختبارات صارت تؤكد المعلومة هذه، أو في من خلال الشخص الثاني إذا أنت أرسلت له ممكن يقدر يحفظها، ممكن يصور الشاشة، ممكن. فالتطبيق ما الخصوصية اللي فيه موجودة خصوصية وهمية، الناس كانت تستخدمه أنه مثلا أنا أصور أي شيء في حياتي أو أحط أي شيء وأنشر أي شيء فيه، لأنه خلاص هي 10 ثواني 5 ثواني وتنحذف الصورة أو تنحذف الفيديو. لكن لا، هذه إشاعة على قولتهم، خدعة. يعني الناس بتقدر تسيف. هو البرنامج يعتمد أنه يعطيك الراحة والأمان حتى أنك ترتاح أنك تشارك فيه. فكل الناس كانت تظن أنه خلاص الصورة راح تنحذف، لكن مع الوقت الناس تبغى تبدأ تستوعب، الناس تبغى تبدأ إذا ما حدثوا شيء راح ينحذف. أيضا في مشكلة جدا كبيرة. تخيلي أنا نزلت شيء أمس وكانت معلومة جدا مفيدة، بعد 24 ساعة تموت هذه المعلومة، ما في أرشيف يحفظ هذه المعلومة. أنا وأنت وغيرنا نتعب في صنع المعلومات ونشرها في تطبيق سناب شات، لكن المعلومة هذه حدها 24 ساعة، ما أتوقع أني بتعب. صح.